لو الحكايه فيها ان في طبعا هيوافق انه يتبنى مشروع. هو شايف ان فكرته جيده وانه لو جاب نتيجه هتبقى النتيجه دي ذات فائده تعود عليه وعلى المجتمع. يعني اعتقد ان هي موجود، بس مهم ان يبقى المشروع، يعني ما يجيش واحد مثلا يتكلم عن مشروع ملوش يعني ما يكونش ليه فايده لمصر، وبعد كده بيتكلم على مشكله التصحر في النيجر مثلا. واحد جاي يدرس موضوع مش هو من مشاكلنا الاساسيه. انا ما اعتقد لو اي مشاريع موجوده متحركه على مشاكلنا، يعني لو في كليه الطب وبيعمل مشروع عن فيروس سي اقول لك طبعا. في مشروع، في بحث اتعمل لطلاب، 3 طلاب في كليه الطب، علاج ضغط الدم. علاج ضغط الدم ممكن يعني اساس انها ضغطي عالي اساسا. لا هم لا المشروعات اللي حضرتك تقصد بيها بتخدم على مصر وسوق مصر. بس في سؤال، انا احنا بنجيب من فيتو، خلي حضرتك مستريح. صح، احنا بقى بنعمل انت كرجل اعمال وتبقى كرجل زمالك، انت ليه بتجيب ضغط الاستثمار؟ انت نقول شكرا للضغط الاستثمار مش عايزين مصر في وانت ممكن تستبدلها بفائده الاستثمار. لكن وكان وزير كان عايز يعمل كده، انما هو يعني يكون في حد ولا وزير عشان يقدر يزوق، يعني وعنده اتصال مع يعني مش شرط انك تلاقيها. يعني هي كل البلاد فيها هيئات استثمار، يكون بقى اللي بيمثلها وزير ولا لا، ده موضوع يستحسن يكون وزير عشان يكون على اتصال مع رئيس الوزراء، عشان احنا لسه ما خلصناش من ان احنا بنرمي قرارات لفوق كلها عشان خايفين ظاهرة العيد المرتعشة. انا كمان الوزير عايزين نقول يا فندم المواطن البسيط في حتى ده بيسكت، عملنا مؤتمر اقتصادي جبنا العالم كله. ايوه انت معكش عصايه صغيره. ايه بعد كده؟ ماذا بعد المؤتمر الاقتصادي؟ مش هيستفاده على يعني بعد السنين مثلا؟ لا مش سنين، انا اعتقد ان الاستفاده هتبتدي تبان خلال من 6 اشهر ل 12 شهر. ده اللي بنقوله. يعني نفترض مثلا ان المشروع ناخد مشروع زي العاصمه دي، بغض النظر الناس رايها ايه وبيقولوا عليه. هيشغل شركات المقاولات كلها اللي في مصر، هيشغل مصانع السيراميك كلها، مصانع الاسمنت كلها، هيفتح فرص عمل للعماله العاديه والمدربه والعماله بتاعت الانشاءات ده قبل ما يبتدي. بنى مبنى، بنى هيعوز ادوات كهرباء، هيشغل النجاره، هيشغل الكهربائيه، هيفتح فرص عمل طائله. يعني معروف ان قطاع الانشاءات ده اكبر قطاع بيؤثر في الاقتصاد بصوره ايجابيه لما يتحرك. فلو العاصمه دي مشروع دخل حيز التنفيذ، ولو التمويل اللي اتكلموا عليه الاستثمار 48 مليار هيغير وجه مصر كلها. نعم. في قصور في العاصمه الجديده يعني مثلا لما حد لان هو الفكره جت قبل المؤتمر بفتره قصيره، ما تسناش انها تدرس او تخضع لحوار مجتمعي وتاخد راي الناس كلها فيها. كان رايي طبعا من وجهه نظر مصر شكل العاصمه الجديده. انا زي بقيه المواطنين ما اعرفش شكلها ايه، يعني مش هيبقى في مؤتمر قصدي ان لا طبعا انا اشوف في عامل يحركك انك تكسب. لو في فرصه للمكسب هنستثمر فيها. نمره 2، لو الاستثمار ده كمان هيساعد في تحقيق ان البلد دي تقوم من يعني بصراحة كده احنا وضعنا الاقتصادي لا يليق بينا على احسن تعبير. يعني دولة زي دي ربنا مديها نهر ماشي من جنوب من شمال من جنوبها لشمال، هي بتطلع على بحرين، اداها قناة السويس بتقولها 5 مليار كده غير ما نعمل حاجة موجودة احنا حفرناها من شمس طول النهار. ازاي نوظف احلى بلد في الدنيا من انا رايي الشخصي؟ يعني انا مش لو انا سياح النهارده ما اروحش غير مصر، لو انا سايح ما اروحش غير مصر، اروح بلد فيها شمس السنه كلها، فيها نيل، فيها بحار، فيها تاريخ. يعني احنا فرحانين جينا 8 مليون سايح ولا 10 مليون سايح، وفرنسا واسبانيا يجي لهم 60 مليون. مواصفاته ايه؟ انت كشباب انا لما يجي واحد يقول لي انت لو مشيت نجاح اقول له ما تشتغلش، اول حاجه ما تشتغلش قطاع خاص. لا ولا حتى بتاع خاص، لا مش دي النصيحه الاولى برضه. فكر في مشروع صغير بامكانياتك المحدوده تقدر تبتدي كويس. يعني ان شاء الله تقول لي افتح محل فول وطعميه، بس بتاعك انت وزميلك هتعوز ايه؟ عربيه قد كده وقدره وبتاع، لان انت كده ابتديت حاجه ممكن تكبر. يعني اي فكره تكبر. يعني انا لما ابتديت اشتغل
ما رحتش اشتغلت برأس مال 5000 جنيه مع واحد صاحبي عملنا شركة سعودية بقيت اشتغل معاه قعدنا سنة 12 شهر قعدتين اتنين على خدنا ما جالناش شغلانة من مين وأول عقد جالنا 3000 جنيه عقد 3000 جنيه عقد استثمار ولا عقد تجاري احنا كنا شغالين في التجارة بنستورد معدات لقينا إن مفيش شركة في مصر بتجيب معدات هيدروليك كده ترفع إن يختار اسمي بمعجزة القضاء على الفقر يعني نفسي ان كده التاريخ يقول ان الراجل ده كان ليه دور اساسي انه يقضي على الفقر في مصر مساعي حضرتك لتنفيذ ده اول حاجة ان انا الحزب عندنا الحزب السياسي ده بيطمح ان يخش مجلس الشعب عشان يكون دي اجندته الاساسية لو قلت لنا الحزب المصري احرار اهم هدف لي في دخول البرلمان ايه هو انه ينفذ خطته الاقتصادية لهزيمة الفقر لان ساعتها انت رفعت كرامة الناس كلها كل واحد يمشي مش محتاج بقى انما احنا اللي قاعدين نعمله كل حاجة نطبطب وندي ونحسن انت احساسك لما بتروح تدي واحد فلوس في الشارع احساس كويس الحمد لله ممكن نقول ان اخيرا يا دوب كنت الاسبوع ده الاجتماع جانب استكملنا البنيه الاداريه الاساسيه وكل المقاومات اللازمه عشان يشتغل بطريقه ممكن نقول المبلغ اللي في كام؟ حاليا الاسلام يعني حوالي خمسه حوالي 6 مليار لحد دلوقتي بس اقل 6 مليار كنا كتبنا مقال هل يجوز ان سفيرة صناعه مصر كتبت وبعدين بعد ما فرضوا ضرائب على مجموعه مصر انا كنت كتبت المقال هل يجوز ان سفيرة فبعدين كان في قابلت محمد مرسي قبل ما ترشح للرئاسه في جامعه الزقازيق فكان ايامها في مشاكل بسبب الحزب بتاعه والحزب بتاع حركه في الدخول للمستشفيات والبرلمان ومناقشه فكان بيقول ان احنا هنحاول نفتح الباب لكل المستثمرين وهو مسك الرئاسه ففرض ضرائب فاحنا عايزين دلوقتي نعمل سياسه ازاي نتعامل مع المستثمرين في مصر في مصر عشان نبدا احنا عندنا حرب مع الارهاب عندنا مشاكل العالم كله عايز يجيب عندنا قناه سويس نعمل ايه وحضرتك يعني معروف ان انت اكبر راجل في مصر في الخبره هو السيد الرئيس ما فيش حاجه ما عملهاش عشان الاستثمار يزيد في مصر يعني هو تبنى المؤتمر شرم الشيخ ده بنفسه وحط نفسه وراه وهو اللي دعا للرؤساء وحضره بنفسه وفتحه واختتمه واشتغل فيه زي ما يكون هو ضمن اعداء الفريق يعني هو قاعد كان قاعد يفصل الشركات ويشوف هو مش مطلوب هو شايف رؤيته مظبوطه بالنسبه للموضوع ده وصراحه مش مطلوب منه اي حاجه غير نقطه واحده بس انا برايي الشخصي وهو انه يساعدنا في القضاء على البيروقراطيه وده سهل واحد بانك انت كيف تعاقب الموظف الذي لا يمضي لما يمضيش الذي لا ينفذ والذي يعوق كيف تعاقب المعوق البيروقراطي لان لو لان النهارده في مصر ده لو واحد ما مضاش ما بيحصلوش حاجه لو وقف الشغل ما بيحصلوش حاجه لو مضى ممكن يروح السجن طب يمضي ليه؟ مطلوب حاجتين قانون يحمي الموظف الشريف انه اذا مضى وطلع ان كان قراره غلط ما دام مش ما دام ما ارتشاش ما خدش حاجه في جيبه ما استفادش انت ما ثبتش عليه يبقى ما يخشش السجن يتعاقب بايه؟ يخصم منه ثلاث ايام زي ما في القطاع الخاص ما يترقاش انما ما يروحش السجن وعايزين قانون بقى ان الموظف العبد القفل ده اللي بيوقف الشغل انه اذا ثبت بعد كده ان انت طلعت الرئيس واشتكيته ورئيسه مشى الموضوع يبقى لازم مع تمشيه الموضوع ده ان الموظف اللي تحت يحصل لا يحصل عليه يتفرض عليك قانون يعني انت دلوقتي تروح 5 جنيه الراجل قاعد الموظف تديها له يروح خاتمها ما تديلوش 5 جنيه مفيش يقول لك لا الصوره دي مش واضحه اتصور تاني لا الامضه دي مش عجباني هات لي امضتين تانيين من اثنين موظفين في الحكومه هو ممكن يمشيها عادي ايه هو ممكن يمشيها عادي هل ده الحل فعلا عايز تلغي روتين الموظف على انه يمضي او ما يمضيش لازم يبقى واعي لو ما مضاش هيتعاقب والا اسهل تفكر فيها لو انت جاي تمضي ممكن تخش السجن او ما مضيتش هتاخد مرتبك اخر الشهر وانا